السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة فين؟ زكريا. نعم نعم. أنت قاعد هنا. طيب. عائشة زكريا شاب مغربي متزوج من عائشة، الأسبوسة دي عائشة، وفهمة الإسلام وحب الإسلام وبيتعين إسلامها. تكلمنا معها، فهم الحمد لله العقيدة الإسلامية، أركان الإسلام، عرف أن عيسى مش ابن الله ولا هو إله، هذا الأمور كلها الحمد لله عرفها، وتحتاج إلى كثير من التعليم مستقبلا إن شاء الله. الآن هتنطق الشهادة أمامكم حتى تكونوا إن شاء الله كالعادة كمان زي ما احنا متعلمين وفاهمين، نكون شهود لها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا بيخليها تعرف إن هي الموضوع مش لعبة، يعني في السر كده أسلمت وسيب الإسلام، لا، عارفة إن الناس كلها شافوها، وهذا بيكون داعي تثبيت الإيمان عندها. واضح يا إخوانا؟ طيب الآن عائشة هتعلن أمامكم. يلا عائشة، بسم الله. بسم الله. أشهد أشهد ألا ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أشهد ألا ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. الله أكبر. الإسلام كنتم تين البلاس سينكو البريميرو El Allah, el único Dios. Mohammed es el mensajero de Dios. Segundo. Los cinco rezos al día. Tercero. Sacar. Sacar. ¿Cuánto? Sacar. 2.5% a los pobres. El cuarto. Ramadán. كنتم مكة. الحمد لله. الحمد لله. أنت زاوي. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. ما في سلالس بيني. في سلالس. الإسلام بيمبيرو الإسلام. أورا أنا إرمانا برا طولس كسر من. أبو فاروق صحة الله عليها أن تحافظ على الإسلام.